هل أعمال السحر لإنسان حقيقة؟ وكيف أطرد السحر؟ السحر ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. أما العلاج فعندك المعوذتان: مع قل هو الله أحد، ما سأل سائل بمثلهما، ولا تعوذ متعوذ بمثلهما.